وده فتح علينا حوار كبير جدا عن العرسان اللي واقفين مستنيين هيدي توافق ومش عارفه فين وافقي بقى. طب يعني يقولوا لي فين وانا اروح لهم؟ طيب لا في عرسان ها قول لنا. طيب عادي احنا والله صدقني لو انا مش يا بنتي في بس انت مش مهتمه ولا منتبهه. نبهيني بقى وعيني الفتره. انا متقدم لي ليكي اتنين عرسان. طب ماشي هاتي يوم فين؟ انت عمرك ما كلمتيني عنهم. ما انت هتحترجيني مع الناس. تمشي في جنازه وتمشيش في جوازه. هبقى اديهم فرصه. ماشي. طيب النهارده عندنا موضوع جامد. ايه جدا دلوقتي الست زعلانه، الست متضايقه، الست مقموصه. حلو. ايه الكتالوج يعني هنعمل ايه احنا كرجاله؟ ايه الحل؟ عايز تعرف تصالحها ازاي؟ تتصالح ازاي؟ تتراضى ازاي؟ مشكلتي مع الست عامه ان هي ما بتنساش. يعني لو حاجه مضايقاها كبيره او صغيره ممكن تعديها دلوقتي. بس مع اول مشكله هنرجع للموضوع ده اللي هو عند الراجل بيبقى اوريدي مسح هو ذاكرته. بس دي طبيعه الخناقات. يعني لما الناس بتتخانق مع بعض بيفتكروا البعض القديم والجديد، راجل او ست. لا. هي طبع حريمي اكتر. طبع حريمي. بس في رجاله لما بتيجي تتخانق وتقول لها ما انت عملتي كذا قبل كده.